عندي شعرية، شعرية هحمرها، وعندي كمان صدور فراخ هشرحها كده زي ما احنا وريتها لكم يعني، وعندي بصل متقطع جوليان او شرايح، وملح وفلفل وجنزبيل وقرفه وبابريكا، وعندي كمان ثوم وفلفل الوان وزبده وليمون. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه كده هنسخن الجريل اللي عندي، او طبعا اي طاسه تشتغلوا بيها على حسب اللي موجود عندكم. هحط فيها كده شويه زيت، تمام، وهحط فيها ايه شويه مكعبين كده زبده كده عشان ايه يدوني طعم للفراخ اهو. تمام، انا بشوي على هشوي الفراخ اللي عندي على الجريل. انتوا اشتغلوا على اي حاجه، جريل، طاسه، اللي موجود عندكم بنفس الطريقه دي هنشوح الفراخ اللي عندي. تمام كده، هبدا بقى ايه اجيب كده الفراخ متقطعه شرايح بالشكل ده، هبدا اقوم حطها كده اهو من غير اي بهارات، لسه ما حطيتش اي حاجه، ابدا بس ايه ارصها كده بالشكل ده اهو. حابين فراخ تبقى كامله متقطعه مثلا على 8، متقطعه على 4 برضو تمام، مفيش مشكله خالص. هنبدا برضو نشوحها كده ونسويها بعد كده بشويه ميه لو انا حاطه فراخ سليم اهو. تمام، فراخ بس يعني تكش شويه كده، واحط الاثنين التانيين. هبدا بقى ايه احط شويه فلفل اسود، دي اغنيه ولا ايه؟ شويه فلفل اسود وملح، تمام، سنه قرفه، احط سنه قرفه كده بسيطه مش كتير، مش عايزه يعني اخلي طعم القرفه باين قوي. احط شويه بابريكا وهبدا ايه الفهم على الناحيه الثانيه يتحمروا او يتشوحوا، قصدي يعني من ناحيه اهو. هبدا كده ايه احط كده الفراخ اهو، اديها من كده تشويحه من ناحيتين اهو، وبرده من الناحيه الثانيه اديها نفس البهارات اللي احنا حطيناها. الشكل ده كده هوسع كده مكان لبقيه الفراخ اهو. الشكل ده كده اهو. تمام، وبرده هحط نفس الموضوع فلفل اسود على الوش ده، نفس البهارات، رشه كده من كل حاجه، ورشه قرفه بسيطه خالص، ورشه بابريكا، وشويه الملح اهو. تمام كده، وهسيبهم يتشوحوا من ناحيتين. عندي بقى الحله دي هحط فيها شويه من الزيت، وهدي الشعريه اللي عندي تشويحه كده لحد ما تتحمر اهو. تمام كده، انا محمره كمان شويه قبل الهواء. تعالوا كده نديها تقليبه، ناخد اهو كده بالشكل ده، وعايزه الشعريه تتحمر عشان نبدا ان احنا نفلفلها. انا هنا هفلفل الشعريه كاني بفلفل رز بالظبط. تمام، اول حاجه بس هقوم محمراها. انا الشعريه اللي متحمره عندي دي كنت محمراها عادي زي ما بحمرها باستمرار من وقت للتاني، كل ما عندي البرطمان بص ورايا اهو. لا والله كل ما بيخلص بنحمر شويه. تمام اهو، بصوا شعريه محمرينها بالشكل ده من غير اي دهون خالص، بنحمرها وبنحطها في برطمان عشان اشتغل بيها في اي حاجه انا عايزاها، في رز بالشعريه، في شوربه، بالكلام ده. يعني بجد بيوفر وقت كبير جدا. هاتوا كيسين ثلاثه كده شوحوهم على النار بتقليب مستمر من غير اي دهون عليهم، وحطوهم في برطمانات كده خلاص بتشتغلوا بقى بيها. عايزه رز بالشعريه بقوم حاطه شويه كده مع معلقه سمنه، وبقوم مشوحاهم
وحط عليهم الرز، عايزه شويه في الشوربه تمام، عايزه شعريه متحمره برضو تمام. فمن وقت للتاني كده بعمل الموضوع ده، بيوفر وقت كبير قوي، ممكن تعملوا 3 كيس 4 كيس ما بيحصلهمش حاجه خالص، كانكم جايبين الشعريه او لسان العصفور، الموضوع ده بينطبق على الاثنين، كانكم جايبينهم من الكيس، ما بيحصلش حاجه خالص. مدام امال صباح الفل. اهلا، صباح الفل. ازيك يا حبيبتي؟ صباح القمر يا حبيبتي، الصوت الجميل اللي على الصبح ده، وانت طيبه حبيبه قلبي. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه، وربنا يجعل السنه دي ان شاء الله سنه فتح خير يا رب علينا كلنا، وهنا وسعاده علينا وعليكم وعلى الاسره الكريمه وعلى الكنترول وعلى كل القصه اللي عندك، وكل سنه وانت طيبين. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. انا بقالي والله بقالي فتره عماله بتصل، معلش مش عارفه نوصل لك، حاسين بيكي مش مهم، عشان اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي، وانت طيبه حبيبه قلبي والله. والله وحشاني خالص. الله يخليكي، وانت كمان يا حبيبتي والله، وانت كمان والله. تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها والله، منوره الشاشه ومنوره بيوتنا والله. الله يخليكي يا حبيبتي، انتوا اللي منورين البرنامج بتليفوناتكم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي وبخير يا رب. سلام يا حبيبتي، صباحك زي الفل، كلمتك الجميله دي. بصوا اهو بديهم كده تشويحه من الناحيتين، اتاكد ان كل الفراخ اتشوحت كويس، سواء بقى في طاسه سواء في على جريل، اي اللي موجود عندكم اهو. احنا بنشوح الفراخ كده بالشكل ده. طب انا لو عندي فراخ سليمه هعمل ايه؟ هشتغل بيها ازاي؟ لو عندكم فراخ سليمه هتبداي ان انت يعني بعد ما تشوحيها التشويحه دي وتحطي عليها البهارات خلاص وتحمريها كويس جدا، تخليها تتحمر كده تحميره حلوه قوي، هتقومي حاطه عليها شويه ميه عشان تستوي لحد ما تتشرب الميه بتاعتها. خلاص؟ طيب انا عندي الشعريه هنا بتتحمر بالشكل ده، بقلبها من وقت للتاني لحد ما احمر. تعالوا بقى هنا في الفراخ بتاعتي، هبدا اطعم بقى الفراخ بتاعتي بشويه ثوم وجنزبيل، اديهم بقى طعم حلو قوي، الثوم والجنزبيل بيبقى معاهم تحفه بالشكل ده كده. اقلب بقى الفراخ، اديها كده ايه تقليبه، اتاكد ان هي استوت. طبعا لو انتوا شغالين في طاسه عاديه عايزين تزودوا شويه ميه عشان تتاكدوا ان الفراخ استوت ولا لا، برضو تقدروا تعملوا كده اهو بالشكل ده. بشوحهم كده لحد ما الفراخ عندي تستوي، وحطيت معاهم الثوم والجنزبيل عشان يدوهم طعم حلو. حطينا بهارات ايه على الفراخ؟ حطينا ملح وفلفل وبابريكا، وحطينا سنه قرفه، وقلبتهم مع بعض كده. هو دي البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ، حابين تزودوا اي نوع بهار تاني تقدروا تعملوا كده، مفيش مشكله خالص. تمام، تقدروا تحطوا توم باودر، بصل باودر، بهار فراخ، كاري، اللي انتوا حابينه. لكن انا استخدمت سنه قرفه وبابريكا وملح وفلفل. تمام، والثوم والجنزبيل شوحتهم كده دلوقتي مع الفراخ بعد ما اديتها تشويحه على الجريل او في طاسه زي ما اتفقنا. ولو فراخ سليمه هنبدا نحط عليها شويه ميه عشان اتاكد ان هي استوت كويس والدنيا تمام وزي الفل. خلاص شعريه عندي بس خلاص، فاضل لها حاجات بسيطه كده وتتحمر، وهبدا بقى ايه اشوح كده. هجيب حله